بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في القسم الثالث في مختبري آخر 9 سنين. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن قواقع أخذتها من شاطئ البحر. درست الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها. ممكن تلقون ميكروبات وطفيليات، أنواع متعددة من الطفيليات. طبعا هذه أحد العينات التي درستها أيضا في السابق، عبارة عن فصائل من الفطريات والبكتيريا مثل ما تلاحظون. ممكن تاخذونها من البحيرات أو النباتات اللي حصل لها تليف في الأنسجة. طبعا هذه أحد الصخور التي درستها في السابق أيضا، عبارة عن صخرة بركانية يوجد فيها بكتيريا بنسب كثيرة جدا مثل ما تلاحظون. طبعا هذا أحد العينات أيضا اللي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع المعادن مثل ما تلاحظون. ممكن تلقون معادن كثيرة في الأرض. طبعا هذه عينة من العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظمة ترجع إلى نوع من أنواع المخلوقات الحية المتحجرة، معها صخرة أخرى عبارة عن صخرة بركانية زي ما تلاحظون. حطه مع بعض، وأيضا هذه عبارة عن صخرة بركانية أخرى ممكن تلقون فيها بكتيريا ميكروبات بسبب أنها تلامس الأرض. وهذه صخور أخرى قد تكون ترجع إلى الصخور النيزكية مثل ما تلاحظون. قد تكون ترجع إلى صخور ترجع إلى خارج كوكب الأرض بعد دراستها. يعني مثل ما تلاحظون هذه أيضا أحد العظام المتحجرة، عظمة ديناصور مثل ما تلاحظون، من كسرة أو جزء من عظمة كبيرة جدا. ممكن تلقون خلايا أو خلايا دم متحجرة. أيضا هذه عظام متحجرة من أسنان أسماك كانت تعيش قبل 60 مليون سنة في نهاية عصر الطباشيري. نهاية عصر الطباشيري كانت تعيش هذه الأسماك. طبعا شفت خلايا دم متحجرة أيضا فيها. هذه أحد المخلوقات البحرية المتواجدة في السابق، عبارة عن فصيلة من فصائل الشوكيات التي تعيش قبل 300 مليون سنة. لديها أشواك كثيرة جدا تشبه نجمة البحر. مثل ما تلاحظون العينة متحجرة، حصل لها استبدال في المعادن، حصل لها استبدال في نواة المعادن. وممكن يعني تدرسونها وتلقون عينات يعني نادرة جدا. طبعا هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع الحلزونات التي كانت تعيش في أواخر عصر الطباشيري قبل 60 مليون سنة. متحجرة العينة. هذه عبارة أيضا عن نوع من أنواع العينات المتحجرة، ترجع إلى فصيلة من فصائل المحار، كانت تعيش قبل 400 مليون سنة. درستها في مختبري يعني بتفصيل أكثر.
هذه طبعا أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن خشب متحجر مثل ما تلاحظون، خشب متحجر ترجع إلى فصيلة من فصائل الأشجار المنقرضة أو التي تطورت. طبعا هذه العينة عمرها لا يقل عن 23 مليون سنة. طبعا هذه أحد الصخور المحتكة في الماء، عادة تكون صخور نهرية متواجدة في الأنهار، بسبب جريان الماء يحصل لها احتكاك بنسبة كبيرة جدا، غالبا تكون لونها بني. طبعا هذه أحد فصائل النباتات التي تعيش في قاع البحر، وعمرها لا يقل عن 300 مليون سنة. طبعا العينة متحجرة حصل لها مثل ما قلت في السابق، مثل ما تلاحظون هذه العينة أيضا عبارة عن فصائل من الرخاويات التي كانت تعيش قبل 500 مليون سنة، ما قبل عصر الديفوني تقريبا. مثل ما تلاحظون تشبه القواقع. طبعا العينة متحجرة، طبعا هذه عبارة عن نجمة البحر متحجرة عمرها لا يقل عن تقريبا 70 مليون سنة. العينة متحجرة حصل لها استبدال بين خلايا المعادن، نواة خلايا المعادن وذرة المعادن مثل ما تلاحظون. عينة متحجرة بالكامل، طبعا محتفظة بالشكل المميز لها. طبعا هذه عبارة عن بكتيريا درستها في السابق، عمرها لا يقل عن 3.5 مليار سنة. هذه البكتيريا البدائية التي كانت تعيش في السابق. طبعا البكتيريا متحجرة بالكامل، يعني بكتيريا متحجرة تعتبر قديمة جدا، عمرها 3 مليار سنة. طبعا هذه أحد الصخور التي درستها، ترجع إلى عظمة ديناصور متحجرة مثل ما تلاحظون. عظمة ديناصور عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل من الرخويات المتحجرة، عبارة عن قواقع متحجرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. وهذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن قد تكون نوع من أنواع النيازك الساقطة من خارج كوكب الأرض مثل ما تلاحظون. نيزك خارج كوكب الأرض. بعد دراسته يعني لقينا فيه بكتيريا ولقينا مخلوقات كثيرة جدا فيه، ممكن يعني تلقون فصائل أخرى من الأحياء الدقيقة. أيضا نوع من أنواع النباتات التي تعيش في قاع البحر عمرها لا يقل عن 250 مليون سنة،
مثل ما تلاحظون العينة متحجرة. يعني أنا من عشاق صراحة علم النباتات المتحجر، كوني درست أكثر من 9000 عينة حفريات آخر 9 سنين أو 10 سنين. هذه أحد العينات التي ترجع إلى الخشب المتحجر، ترجع إلى أحد الأشجار الكبيرة التي كانت تعيش قبل 60 مليون سنة مثل ما تلاحظون. هذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضا، عبارة عن نوع من أنواع العظام المتحجرة مثل ما تلاحظون، عظمة ديناصور متحجرة قبل 60 مليون سنة تقريبا، وعليها أنسجة أيضا. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع الرخويات، ترجع إلى فصيلة من فصائل المحارة التي كانت تعيش قبل تقريبا 400 مليون سنة مثل ما تلاحظون. هذه عبارة عن تقريبا عينات من فصيلة من فصائل المرجان التي تعيش في قاع البحر أو على الشواطئ. وهذه العينة عبارة عن يعني فصيلة نادرة جدا كانت تعيش في السابق قبل 60 مليون سنة تقريبا، نهاية عصر الطباشيري قبل أن تنقرض وتتطور أيضا مثل ما تلاحظون. وأيضا تشبه النباتات التي تكلمت عنها في السابق. سوف أخرج عينة كونها بعيدة. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع النيازك مثل ما تلاحظون، يوجد فيها معادن أيضا. مثل ما تلاحظون هذه أيضا نوع من أنواع الصخور، قد تكون صخور نيزكية خارج كوكب الأرض مثل ما تلاحظون، وفيها معادن تحتاج إلى دراسة بشكل أكثر. ممكن تلقون فيها بكتيريا وأحياء دقيقة، يعني ممكن تساعدنا في البحث. هذه عبارة عن أسنان أسماك قرش متحجر، كانت تعيش قبل 60 مليون سنة نهاية عصر الطباشيري قبل الانقراض يعني. طبعا هذه فصيلة ترجع إلى فصائل متعددة من أسماك القرش، لا يقل عن 14 فصيلة من أسماك القرش. وطبعا يعني ممكن تلقون خلايا دم متحجرة في العينات. طبعا درستها بالكامل أكثر من 500 سنة.
مثل ما تلاحظون هذه أحد العظام المتحجرة التي درستها في السابق، ترجع إلى عظمة الديناصور متحجرة. درست الخلايا اللي فيها خلايا الدم اللي فيها، كونها فيها خلايا دم بنسب بسيطة جدا. أحد الرخويات التي درستها في السابق ترجع إلى نوع من أنواع المحار، وهذا المحار عبارة عن تقريبا فصيلة ترجع إلى من فصائل التي تعيش في سريلانكا، كوني رحت في رحلة بحثية لدراسة الرخويات هناك، ولقيت لي هذه العينة المتحجرة في أحد الصخور، وتم التنقيب عليها واستخراجها. مثل ما تلاحظون فيها عينات أخرى من كائنات أخرى ممكن تشوفونها يعني، وكانت فيها أيضا طفيليات وبكتيريا وطحالب، كونها يعني معرضة بنسب كبيرة جدا في البحر. طبعا هذه أحد الصخور التي درستها عبارة عن عظام ديناصورات، مثل ما تلاحظون عظام ديناصورات متحجرة ومتكسرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة، نهاية عصر الطباشيري. نهاية عصر الطباشيري يعني قبل 60 مليون سنة تقريبا. هذا أيضا الرخويات التي درستها مثل اللي قبل شوي، لكنها ليست قديمة لتلك الدرجة، عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة، والعينة متحجرة مثل ما تلاحظون. مثل ما تلاحظون هذه العينة أيضا فصائل من الرخويات عبارة عن حلزونات متحجرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة، نهاية عصر الطباشيري. هذه نوع من أنواع عظام الديناصورات المتحجرة القديمة. طبعا هذه عظمة فيها خلايا دم مثل ما تلاحظون لونها أحمر بنسب كبيرة جدا، وفيها الدم القديم المتحجر، ممكن تلقون يعني فيها عينات جميلة جدا لدراسة يعني الخلايا القديمة، لكنها يعني خلايا متحجرة بالكامل، ما راح تستفيد منها بنسب كبيرة جدا كونها يعني يعني تحتاج إلى أجهزة ضخمة جدا وبحوث ضخمة لاستكمال البحوث والتعمق فيها. هذه أحد العظام أيضا، عظام الديناصورات المتحجرة، ممكن تلقون فيها خلايا دم وأنسجة أخرى قديمة على حسب يعني نوعية العينة، إذا كانت عينة جميلة وممتازة ممكن تلقون هذه أحد العينات التي درستها في السابق، أيضا عبارة عن حلزونات طويلة تعيش حول البحيرات والبرك المائية القديمة قبل 60 مليون سنة تقريبا. وهذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضا، عبارة عن فصائل من الرخويات مثل ما تكلمنا عنها، لكنها يمكن قد عاشت قبل أكثر من 40 مليون سنة، لأنها ليست قديمة لتلك الدرجة، لكنها
عينات متحجرة وجميلة جدا. ممكن تعلمنا عن نوعية البيئة اللي كانت تعيش فيها على حسب؟ هذه أحد الأخويات أيضا عبارة عن محار، لكنه حديث عمره لا يقل عن 100 سنة. هذه أحد الصخور التي درستها، ترجع إلى عظمة ديناصور مثل ما تلاحظون، وضخمة جدا يعني تحتاج إلى دراسة وتعمق أكثر، كونها يعني فيها أسرار كبيرة جدا لما أعرفها بعد. هذه أحد الحشرات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون. هذه الحشرة لونها أخضر، تعيش في الغابات المطرية. منتشرة بنسب كبيرة جدا في الغابات المطرية. هذا المحار أيضا محار لا يقل عمره عن 100 سنة. هذه أسنان أسماك قرش متحجرة، ضخمة جدا وطويلة مثل ما تلاحظون، عمرها لا يقل عن 120 مليون سنة، بداية عصر الطباشيري، كونها يعني أسنان طويلة جدا ترجع إلى فصائل من أسماك القرش القديمة، لكنها عينات متحجرة وفيها خلايا دم، وكانت يعني بحثي فيها على السريع يعني، لكنها راح تشوفونها في الكتب. هذه عبارة عن فصائل من الرخويات المتحجرة مثل ما تلاحظون، عبارة عن رخويات متحجرة تحتاج إلى يعني محار على حلزون على قواقع متحجرة، عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظمة ديناصور متحجرة. أدري إذا أنتم تشوفونها عدل، هذه عظمة ديناصور متحجرة ترجع إلى مخلوقات نفس العصر اللي تكلمنا عنه، نهاية عصر الطباشيري قبل 60 مليون سنة تقريبا. طبعا فيها خلايا دم وأنسجة متحجرة. هذه أحد العظام المتحجرة مثل ما تلاحظون، قد تكون يعني سميكة نوعا ما، وترجع إلى فصائل ترجع إلى قبل 60 مليون سنة، كونها أيضا فيها أنسجة أيضا، لكنها يعني عظام ضئيلة وجزء من عظمة ضخمة يعني. مثل ما تلاحظون هذه أيضا عظمة قد ترجع إلى عظمة ديناصور ضخمة جدا، طولها لا يقل عن 4 سنتيمتر. قد تكون
ترجع إلى أحد الديناصورات القديمة، لكني لا أعرف كم عمرها بالضبط، لكنها من تقديري لا تقل عن 60 مليون سنة، والعينة متحجرة بالكامل. أحد العينات ترجع إلى فصائل من النباتات البحرية التي تعيش في قاع البحر مثل ما تلاحظون. ما أدري إذا هي واضحة مثل ما تلاحظون. تقريبا هذه نباتات تعيش في قاع البحر على مستوى 35 متر في قاع البحر، ولكن في علماء حتى الآن قالوا أنها لم تنقرض، لكنها تطورت إلى فصائل أخرى. وهذه أيضا عبارة عن صخور بركانية، ممكن تشوفونها جنب براكين. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ونكمل السلسلة الكبيرة.